يا وليدي خلي الماي لا تطلبي الماي كل خوفي من نتروح وتقطعي حشاي داهري ذابني عبد الله يا شمعة ضوء عيوني هاكي خذ ماي العين يا ابني وسلوتي خلي فرحي بدنياي وانت فرحتي خلي بتسيب وارتاح واشتم وردتي ريتك اليوم وتليم كبرتي دهري ذابني عبد الله يا شمعة وعيوني. الله يوفقك حبيبي كرار حيدر الخيقان من بابل. تأهلت ويانا ضمن فريق الاستاذ رفعت الصافي، ملا مالك توافقنا بالراي اليوم المتسابق اذا اضاف على اللحن التراثي لكن اضاف جماليه. نعم هو ما تغير بالموضوع. لا هو اهم شيء ما يخرج لا عن التون ولا عن اللطمه ويبقى محافظ على يعني ادائه وصوته وركوزه بالقصيده وهذا هو المهم. هوايه بس هو ما غير، غير ضمن المعقول البسيط يعني فد شيء بسيط بس حلو. اي حلو وموفق ويستاهل كل التوفيق كل خير الله. وان شاء الله سيد رفعت يعني انطاك فرصه جميله كل التوفيق ان شاء الله تتاهل بها للمرحله الثالثه. فسلمنا على كل اهلنا ببابل وسلمنا على ملا احمد الخيقاني حبيبنا وعزيزنا ابو حبيب الله يرحم ابنه الله يرحم حبيبي الله يرحمه برحمته الواسعه بحق الامام الحسين حبيبي كرار. شكرا لك موفق ان شاء الله. شكرا لك كرار.